نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الطاقة النيابية: أغلب موافقات محطات الوقود في 2019 و2020 ببغداد مزورة، و34 ألف سائح دخلوا أربيل خلال أيام نوروز. ومحمد بن راشد يعلن إعادة هيكلة حكومة دبي بالكامل استعدادا لمرحلة جديدة، ورئيس وزراء إثيوبيا يؤكد مواصلة مسار سد النهضة دون ضرر لمصر والسودان، ونتنياهو يأمل أن تكون الانتخابات الإسرائيلية هي الأخيرة. ومأساة الروهينجا مستمرة: اندلاع ثالث حريق خلال 4 أيام بمخيمات اللاجئين في بنغلاديش.